الحمد لله مبسوط كثير يعني انا وخواتي وكل الناس، واشكر كل اللي ساعدونا ووقفوا معنا كل اهل البلد. اول ما صوب كنا خايفين عليه كثير، بقت اصابته حرج الى درجه يعني، واليوم الحمد لله مليح وروح بالسلام. يا رب الجريح واسير السجن يروحوا سالمين في الجرحى، يا رب يروحوا سالمين. وسعيد بقت حالته يعني خطيرة كثير، وراع سجن الرمل وحققوا معه، بقى في الزنزال بيجي 9 أيام لحاله وهو جريح، واليوم الحمد لله مليح الحمد لله. أول ما بدي أحكي لك، أول ما صاوب يعني أنا بكيت موجود في داري، فأجا ابني طق علي وكل لي هيك هيك سعيد الصواب اصابته خطره، يعني كعمي انا زي اولادي اولاد اخوي ما قدرت اقاوم. تقريبا انا قعدت 4 أيام 5 أيام لا اكل لا اشرب وانا زعلان عليه، يعني اقول الحمد لله يعني ابن اخوي زي ابني بالضبط. فثالث يوم اجا انه خبر انه استشهد من غير شرط، يا ربي من غير شرط يعني ما بتقدر كيف يعني صارت حالتنا. فبعد 2 3 ساعات الحمد لله رب العالمين قالوا انه بخير وراح عنه الخطر. هذا فضل من الله، فضل من الله اللي ظل ابن اخوي عايش وجبار ما شاء الله عنه، يعني في غربته تقريبا 8 شهور 9 شهور وهو في الغربه هاي يعني ما شاء الله صلاه النبي عنه، قاوم جبار في غربته لحاله يعني ما شاء. شو بدي اوصف لك اياه ما شاء الله عنه، يعني من هو صغير 7 جدع الوطنية في دمه ما شاء الله عنه صلاة النبي.